ما حكم استخدام صابون يصنع الحمير الأهلي؟ أضافنا أجبنا على هذا، والإجابة موجودة في اليوتيوب، أنه لا يجوز أي شيء صنع من شيء حرام فلا يجوز. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه وحرم الانتفاع به. فأي صابون يصنع من لبن الحمير الأهلية أو من أبوالها أو من الخنزير أو من كذا كله حرام. أحسن الله عليكم.